عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. عسلامة. عسلامة لاباس. لاباس عليكم؟ الحمد لله عاش. اليوم باش نحكيو على بنات الأصول، كما يقول المثل خذ بنات الأصول لعل الزمان يطول. والله الكلمة ذيك قبل كانت خذ بنات الأصول لعل الزمان يطول، تو تبدلت الدنيا. هاك تشوف البنات الكل ولاو بالتوبات. البنات تو هذيك صورتها مش عريانة، اعتبارها ماهيش مثقفة. مازالت كي داخلة الميدان. تعرضك بعد جامعة أخرى شهر تلقاها معناتها لابسة التوب وجوها باهي. معناها كان لازم خلع. اللي هو عيب معناتها ما يجيش. معناتها الحاجات هذيما يستعملوها بنات اخرين مش بتاعنا احنا. معناها كيما القاصريني دبرت له بنات حلال كان باش ياخوها وتعرف على بعضهم. غبت عليه نص ساعة تعاركوا، علاش تعاركوا؟ علاش تعاركت؟ ما تعاركنيش يا ودي، هي انا نوع معاها على الخير وهي ياسر تشرط وتحب دار وذهب وتحب وتحب حنة وتحب برشا حاجات، انا ما نقدرش عليهم. دونك الواحد ان شاء الله ربي يطيح بيه بنت حليل اخرى ان شاء الله. القاسريني عنده خطة معناها لوش بنت الحليل. لا يا انا متزوج وان شاء الله ربي. انا قاعدين وان شاء الله ربي سهل والله. ليه توا القاسريني معناتها تعرف في تونس وتشهر في مثلا عديد الانترفيوات بحكم انه زينب جات تحب تعرس به، لكن هذا الكل في نص. حب يعرس بزينب. اي زينب ما قبلت. اي توا زينب انا جبتها له. في الحكايه انا جبتها لزينب القاصريني باش ناخذها له. عرفت من نص ساعه بعدت عليهم رجعت لقيتهم تعاركوا. ومشكله كبيره هو قال لك الذهب في نص ساعه تعاركتوا على الذهب وعلى الدار. اول ما اول شيء عشاء تحب قهوه وعشاء اجى عشيني وغبت لي قهوه. مازلنا يا ربي العمل عليك. قلت لي هز عشيني وهبط لي قهوه. وعلاش ليه ما تعشيهاش وتهبط لها قهوه؟ كان في مقدوري نعشاها مع ولا ما عندي ولا كان جا عندي نورمال. ما عندكش حق قهوه وحق عشاء وتحب تعرس؟ راهي بالله يعني بطال يعلم بي يا ربي انا. هي بطال وتحب تعرس؟ تناقض هنا. والله يا ريتي هي بطالة تنجم تدبر خدمة وانا نخدم وجونا به دارنا داري عايش معاك. روحك ثبت روحك تخدم ولا بطالة؟ ناخذ الشهرية نتاعك الشهرية نتاعك 240 تعايشني مش المشكلة، وهي تبدا تخدم واحد نتعاون على بعضنا نتعاونوا مع بعضنا وجونا به. والله بالنسبة للقاصريني أنا جبت له بنات حلال زينب ما تفهموش ما نعرفش علاش شنو الحل الله أعلم. يا ولدي نمشي نخطب لك برا خويا برا لا شوف لي أبار هذيك أبار زينب شوف لي واحدة أخرى ما فهم زينب ما يعويخ لبنت حلال الأخرين هاك تشوفهم قوي. قالت لي أنا بلعوت. قالت لي أنت قاصريني أنت بلعوت ما عملنا انترفيو وياه وغادة. قالت لي ذاك بلعوت هذاك بلعوت ياسر هذاك مش بتاع. انت وعدتها بالزواج وما فهمش منها الحكايه. اي تكتاك مو شويه شويه بشويه بشويه الواحد ليه مو يربص روحه ويعرف علاش قادم. مش تكتاك عاد مو واحد يربص روحه هكاك تنبش في حاجه مو يلزم يربص روحه ويركح اموره وبعد هيك يصدم كان ثم مكتوب ما ثم حتى مشكل. اي عند ربي ماهوش بعيد. والله عند ربي ما والله انا باش نطلب نداء انا من جعفر القاسمي برنامج فرق قلبك نحبوا يستدعى القاصريني. صفي قلبك اول حاجه من فرق حمزه والا حمزه برنامج الزواج والتعارف انه باش نقدموا القاصريني باش يدبر له امراه. القاصريني راهو انسان متربي انسان يخدم على روحه انسان عاقل كيما تشوفوا فيه وكيما تعرفوه. شوفوا شوفوا عينيه زرق شوفك شعرف صلي على النبي. معناها مرحبا بكم في كل وقت. انت تحب تعرس ها هو نداء عاجل. انت تحب تعرس ها هو القاصريني تجي في اي وقت تطلب مني انا نعطيها النمرو نتاعو قاصريني. انت الوسيط سامحني بالطبيعه انا المدير اعمال القاصريني ما حاجه معروفه. انت مدير اعمال بالطبيعه. اي مدير اعمالي مالها شناهي مالها اخويا. شوف لنا واحده غادي من المحمديه تهني واحد جونا تو نسكنوها هنا ولا في القاصرين ونخدموا عليها وجونا به. اي بربعة مش من شوف لنا واحدة بها هي زوالية. اي بالطبيعة البنات الكل زوالية والبنات الكل باهيين. يعطيك الصحة. لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو اي بتقدر تعيشها الطفلة؟ شنو المشكلة نعيشها ونخدم عليها حتى الحجر المهم نعيشها وما نخليهاش ما من
ما نخليهاش محقوقه حتى في شيء، محقوق نخدم عليها اللي يجي. قداش ياخذ في الشهر؟ يا ودي انا موعدك شهري 240 نخدم عليها، لازم مثلا نقل عليها نخدم عليها الحجر من الجبال، كسر عليها الحجر. يا قصيني تو انا باش نجي معناتها الوزير نتاعك، تو 240 معاش عايشه معناتها. اي مو 240 تصرف في سهريه في قاعده في حاجه. اي تعاون هيك تعاون، هي ما كي تخدم ما نتعاون على بعضنا. وحده تحب واحدة تخدم انت؟ ولا يا جهي ما نحب هذا نداء عاجل لك البايرين اللي فاتهم الفوتك اللي الموظفين. لا البايرين هذوك حب واحدة هكا زوالية وعاقلة واحد ما نحبش حتى لبس عليها من لوش عليها لبس عليها كيفية تحب واحدة لبس عليها؟ لبس عليها خلينا لا لبس عليها تحبش واحدة تعيش البر؟ نحب واحدة ماذا بي أنا واحدة تعيش ويش ايش خاصي انا واحد تعيش البر واش خاصي يا ربي حن والله اي واحده تعيش قدم انت نداء عاجل توا للسلطة انها باش تنظر لك في الموضوع بالطبيعه السلطة المعنيه بالزواج اي تم منظمه باللي يعاونوا بها الاكل والولاد مثلا واحد ما عندوش منظمه عالميه تعاون الناس اللي افتقدت لا لا اللي مش مقدورهم مش عارف تم هكا جمعيه ولا حاجه صارت في ليبيا نحن مازال في تونس معليش نحن لا في تونس نحن في تونس نطلبوا خلي باش يعاونونا على الزواج ولا ثم ولا قسمك بالله على جمعيه تعاونك باش تعرس اه تلوج في جمعيه تعاونك باش تعرس هي تم جمعي وشنا هي المشكلة تعاوني يعني زوالي ما عندي شيء قليل يعلم بيك الرب وشنا لو حب التراجي قصريني بديني دي الحمد المد بعاونه ولد التراجي بالله عاوني يعطيك الحمد المد بيعطي السلام عاونه خلي يعرس الراجل الراجل راه ما عادش فيه انت عاد مدير اعمال وعاونه حتى انت اولى بيه انا يعني ما هو يجيب يعطى الفلوس وانا بتبيع نخلص مع الناس الكل لكن هو تو يطلب هذا نطلبوا مع بعضنا هكا واللي تو هو يطلب معناتها مازال مدير اعمال مضروب معناتها مازال بالكونترا معناتها مازال قاصيني وتقدر انت باش تعيش قداش جيبوا صغار به؟ جيبوا 16 صغير عليه ارنب باش تاخذها والله هو راه قاصيني حبي يولي ملياردير كيبوه انا بابا عليه ملياردير بابا فقير بسيط إيه تحب تولي ملياردير ماكش ملياردير انت تحب تولي انا انسان بسيط لا نتكبر على عبيد لا مارك سهريات لا بواتيت لا شيء جوي به سويلي 100% لي على روحي ما عنديش شكل الحقره ولا واحد نتكبر على عبيد ولا الواحد ما عنديش انا نعيش راجل ما انا عنديش تكبر ولا جوي به مع العبيد قلبي بيه عب الزوالي خلي لكم كلمة الختام ليكم والله كلمة الختام نحب نقول للقصرين إن شاء الله ربي ينوب عليك بنت حلال ورب بناتنا في تونس باهين وإن شاء الله ربي يفضلهم صحيح فما خارجين على القانون شوي أمورهم أنا نحكي على الفئة اللي نعرفها أنا وربي يخليكم وقصريني في لبين هتبوسة قدام الكاميرا وربي فضلك إلى اللقاء.